بكل المقاييس لا يستحق هذا التكريم الذي تشرفه فيه بوزكرا، الذي يستحقه هم أنتم المناضلون والمناضلات. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs et tous les responsables de la région, comme aussi bien la présidente de la région que le ministre de la Justice, pour l'extraordinaire sens d'hospitalité que nous avons constaté dans le festival L'Ombre de l'Arganié. C'est, comme je le disais tout à l'heure, ça rentre dans la logique des politiques du Niger et du Maroc pour tisser les relations de coopération sud-sud. Donc c'est un sentiment de joie et de se sentir chez soi que nous avons aujourd'hui. اليوم الفرحة كبيرة لأن أولا وقبل كل شيء الدورة الرابعة ديال هذا المهرجان افتتحها معالي وزير العدل الأستاذ محمد وجار الوفد المرافق له من نقباء من محامين من قضاة، كذلك السيد والي جهة قلمي مواد نون والوفد الكبير المرافق له، ومعنا زوار أشقاء من النيجير ومن مالي من الجزائر اللي حطوا الرحال بين دورانينا ورحبنا بهم كما كيرحبوا بنا في بلادتهم. هذا الشيء كله كيدخل في إطار السياسة اللي كينادي بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. الجنوب جنوب، رابح رابح، وحنا غادي نمشيو في هذا التوجه المولوي السامي حتى نربطوا العلاقات والجسور مع إفريقيا انطلاقا من المغرب إلى أقصى دولة في جنوب إفريقيا إن شاء الله الرحمن الرحيم. وكنتمنى لهذه الجمعية اللي انضمت هذا المهرجان مزيدا من التألق، وكنرحب جميع الضيوف اللي هنا. ومرة أخرى شكرا حتى لكم نتوما رجال الصحافة اللي كدرتوا تغطية كبيرة وفي المستوى.